البرد راه انتي جاتو. مرحبا حبوبات الغاليات، كدايرين لاباس عليكم؟ بخير هانيين، كنتمنى تكونوا بألف خير. اليوم البنات جيت نوريكم لوكاليزاسيون فين كاين المحل ديالنا في البرنوصي، وجو مرحبا بكم، نوريكم التحضيرات ديال الغدا اللي كاين. البنات هذا هو جامع الطارق كيفما كتشوفوا، الشارع ديال البرنوصي هو هذا، ها الترام، تيرمينيس ديال الترام ياك هو هذا. ألوغ كيفما شفتوا هذا هو الشارع ديال البرنوصي هو هذا. هانتوما ها جامع الطارق، جامع الطارق هو هذا، كاين واحد السوق نموذجي، فوالا. تيرمينيس كيما قالوا لي هو هذا ديال الترام، هو هذا. ها جامع الطارق، جامع الطارق عنده واحد الطلعة هكا، كاين الباساج وكاين الطلعة، فوالا. أنا غنوريكم هاد الطلعة هادي اللي فيها السوق هذا، جامع الطارق كاين على يدك اليسار، على يدك اليسار هادي يدك اليسار ياك؟ فوالا. كتطلعوا بحال هكا، نتوما طالعين ونتوما طالعين ونتوما طالعين ونتوما طالعين ونتوما طالعين، إلا تشوفوا محل يسرى مود ها هو، ها هو فوق شفتوه؟ ألوغ نحاولوا أنا ما نشوفش الناس. هو هذا البنات، هذا هو المحل ديال يسرى مود. بغيت نوريكم التحضيرات ديال الافتتاح، كل واحد فين جالس، اش كيدوي الدراري معايا خويا علول. تحية خويا علول، واش شفتي فيه؟ انا حل خويا حل ليا. بالنسبه للفيديو ديال اللي كيتحط ناوج مع ولي تحط اليوم، كتكون سلعه هنا ولي بحال بحال. فوالا السانترات غيكون هنا على برا كيفما كتشوفوا، المحل كمل في التفتاف. تبارك الله سي يوسف، تحية خويا غرينوا. عرفتي بلا غرينوا ما مساوين والو، هادو كاملين ابو سلطان. مرحبا بكم، عودة سريعة. مرحبا بكم عندنا الباترون ديالنا. السلام عليكم اخويا، تقدر تسلم علينا اخويا؟ السلام عليكم، مرحبا بينا عندك. شكرا عمي الله يحفظك. هذا المجد الشجاع. انتم البنات فوالا، هذا هو المحل ديالنا. كيف ما قلنا قبل، كل شيء غيجي لابس البيض والحمر. الباترون ما غيلبسش البيض والحمر ياك الباترون. عبدي الله غنتبارك من مراتك. كارطون اخرى بحال هذه فين غنتبغى من مراتك. شريتوها كرين ولا باقي؟ الوغ بالنسبة للبيفي البنات هو هذا، البوز كافي، لي شوكولا، تمر، باقي البيفي عامر، غير حنا باقي ما حطيناش كلشي، حتى الغدا إن شاء الله. اليوم غير غير التحضيرات الأولى. حمزة هذا ما حيدتوش من التلوين. فوالا. هادشي غير تفترات الأولى، باقي البنات ما كملناش كلشي بالنسبة للبوفي حتى الغدا إن شاء الله. أوه سيدي محمد تيقول لكم مرحبا بكم، وكيتسناوها منك انت ماشي مني انايا. مرحبا والف مرحبا بك. واخا هما كيجيو عند يسرى مود راك انت في الواجهه. لا انا الصولد وانت لامود. انا الصولد وانت لامود. انت الصولد وانا لامود. انا الصولد ولامود وانت غير عند يسرى مود. شوف ندير القوافي ابو سلطان. ها حكا نوريهم الصباح، قلتها لهم سبو مسكين جات فيه العوينه. موسخه موسخه، حتى الغدا حتى الغدا مثلوا لها فاصمه. الغدا لبسها الحمر. عارفين انتم غدا كلشي التونال اش دار لكم حمر ابيض؟ دير لي انا فاصمه، جيبها لي شيء بالبيض. انا ماشي سوقي، انا السولد ولامود هو اللي عندي سرامود تابعوا. ولكن دابا حنا خص غدا مع الحطه، خص داك الشيء يكون اصوت. يا شوف خص يكون اصوت. الا ما قدتش الحمر ديال الدور. المهم سمحوا لينا العوينه، العوينه الاولى خرجت فيه. غالي اليوم جا اليوم ما غاديش يجي الافتتاح ديال الغدا. غالي اسلو اسلو. علاه زعما صحاباتك زوين؟ علاه زعما انت زوين؟ علاه زعما انت زوين؟ ولا خفتي صاحبتك تشوفك؟
شو ودني تزنقوا ردي باقي كيحشموا فولا البنات. هذا هو المحل ديالنا حمزة العزوة عبديلة أشرف علول غرينوا غرينوا ضيف شرف هنا غادي بحال هكا صايد معنا السلطان أبو سلطان معنا الويكاند مرحبا بكم ويسلموا طبعا على قمة هؤلاء البنات. غنتسناكم غدا ان شاء الله افتتاح مع 12 ديال النهار غتكون نايضه نايضه نايضه. علاش كتغمض فيه؟ انا غنتبغى لك انت من ماتش كان هي اللي كتنفعني ما كنبقاش غادي بزاف على الحقره والمتتبعين ديالي هما اللي البنات اللي جات عنده تعطي واحد كروشي للعين ماشي حاجه عليا حاجه عليا حاجه عليا بزاف ما قدش عليا دا دوز ليا حتى هو واش هادشي ماشي حشومه. يلا البنات قلت لكم غدا كلكم تلبسوا الاحمر والبيض قال لي غيجي في التحديد ديال يسامود بالاحمر والابيض مع 12 ان شاء الله. هو احتفال وفي نفس الوقت نتلاقى مع الناس ديالي وفي نفس الوقت الافتتاح ديال المحل ديالنا كاين دي برومو واعرين. غير شفتوا الفيديو ديال اليوم اللي حطيت ديال البيجامه. طبعا البيجامه كيكون فيديو واحد مي كيكونوا السلعه كيف هنايا كيف في دار السلطان بحال بحال ما كاينش الفرق نفس الثمن نفس لا كاليتي ونفس كل شيء. مهم البنات هادشي اللي كاين. وبالنسبه للناس ديال دار السلطان اللي كانوا في دار السلطان كتعرفوا حنا كنحلوا تما مع 10 ديال الصباح وكنعاود نقول لكم بلي نفس السلعه كتكون في بانوسي وكتكون حتى في دار السلطان. يعني هاد المحل ديال بانوسي الناس ديالين ديال بانوسي والنواحي محمديه عين سباع حي محمدي البرنوصي يعني النواحي كاملين عند السلطان راه عندهم يعني سيدي مومنتا متاحيه اليوم ودير دار السلطان راه عندهم كاين دار السلطان والنواحي ديالو. وجيت هنا مرحبا جيت ما مرحبا ما كاين ما تساليني غير انك يكون نفس الثمن نفس الموديلات اللي كاين هنا اللي كاين هنا ما كاينش فرق غير حنايا كنحاولوا ان نقسموا ان شاء الله نديروا فروع اكثر واكثر واكثر. دعوا معنا ان شاء الله نديروا بزاف ديال الفروع. شي كلمه وغادي نخلي الكلمه السي محمد هو اللي غيقول لكم الخط غنختم هذا الفيديو. ما عندنا ما نقول لهم مرحبا بهم يجوا عندنا غدا كاين اثمنه خياليه وحصريه غير عندي سرامود ومرحبا والف مرحبا. انا سول دو لامود وانت هو عندي سرامود انا هو السول وانت لا نو انا سول دو لامود وانت غير عندي سرامود. يلا قولوا لي البنات واش انا قولي ابلونغري قولي ابلونغري قولي انت انا ما قارياش انا ما قاري يلا قول ويلكم تو يسرامود. Mais non, arrête, tu dis n'importe quoi. Alors, d'ailleurs, elle voit où le Sénégal est. Alors, elle venait, quand vous voulez que je vous dise, localisation, je vous dis, 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 je عندنا كوثر حسنة غنعاودو نقولو كوثر حسنة أبو سلطان السي عبديلا الباترون خويا حمزة كرينو هنا ضيف شرف زكريا سيد الغالي اليوم جاي ضيف شرف وطبعا العزوة تحياتي من كل حياتي. أدمان إن شاء الله مع 12